بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. اليوم راح نعلمكم على طريقة صناعة جهاز لفحص الاي سي درايف او فحص كارتات الانفيرتر، اي كارت انفيرتر للسبليت للمبردة لاي مكان كارت انفيرتر تقدر تفحصه بهاي الطريقة. جهاز فحص ما يكلفك غير تقريبا دولار واحد. المكونات مالته راح اشوفكم اياها. طبعا اول شيء مصباح، هذا 100 واط، مصباح 100 واط، مصباح عادي. ثلاث مصابيح نجيب، هاي قدامكم 1 2 3. الفكره وما بيها هاي المصابيح، تشوفون فكرتها، نربط طرف هنا وطرف بالنص وطرف بالنص، نوصل له حار. تشوفه هذا نوصل له طرف حار، الطرف الثاني البارد هو راح يكون تحصيل حاصل مشترك بيناتهم، يعني ماكو اي طرف بارد، توصيل مشترك. راح نوضحه بالرسم حتى تشوفونه. هذا الرسم، نجيب من هذا الجسم لهذا الجسم ولهذا الجسم فقط، ما عندنا اي طرف اخر. بالحالة سوينا جهاز فحص كارت انفيرتر او اي سي درايف. اي جهاز عندك مثل هذا الاي سي درايف، هذا عندنا اكد، او كارتات انفيرتر للثلاجة، للسبليت، المكيف، اي جهاز مبردة بلاستيك، هذا كله تقدر تفحص عليه. طريقة الفحص مثل ما تشوفوها هسه راح اوضح لكم اياها. نطيرا ولاحظ لي على المصابيح شلون تبدي تصير بها رجفة بسيطة كليتهن، بعدين الى ان تستقر. هسه راح نطيها ولاحظ الرجفة. الى ان يستقر على 50، من يستقر على 50 هرتز راح يشتعلن كلهن بتوهج كامل واضح. زين عيني، لاحظ اذا انصي بلاحظ نصه المصباح وياه هالشكل، لاحظ هذا هسه 11، يعني يتحسس بالهرتز القليل. لاحظ خليه فول، لاحظ. فاذا هذا يعتبر جهاز راقي جدا لاختبار الكارت مالتك، هل تعرف ان الكارت مالتك شغال او لا. تحياتي لكم وشكرا جزيلا.